ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو ده هتكلم عن ازاي اقدر احافظ على الاحذية بتاعتي او الشوزيهات بقى، سواء بوت او هاف بوت او اي شوز، ازاي ان انا اقدر اخزنه بطريقة صحيحة في نهاية الشتاء، بحيث اقدر ان انا استخدمه الشتاء الجاي يكون شكله جديد جدا كأني لسه شارياه، ولا يتقشر بقى، ولا يبقى شكله متبهدل، ولا اي حاجة خالص. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. مبدئيا كده انا زي اي حد، اول ما بشتري شوز اول حاجة بفكر ان انا اعملها طبعا ان انا اتخلص من الكرتونة. كنت برميها زي اي حد، لحد لما اكتشفت اهمية الكرتونة دي في تخزين الشوز، او لما اجي اعينه زي ما هنشوف مع بعض. اول حاجة هعملها ان انا هشتري علبة فازلين من الصيدلية زي اللي احنا شايفينها دي، وهجيب الاسفنجة اللي احنا بنلمع بيها الشوزيهات، موجودة عندنا في كل بيت، وبعدين هجيب الفازلين، هاخد منه حاجة بسيطة قوي. اهو الفازلين طبي، ممكن على فكرة نجيبه عادي سايب من عند العطار كمان، او حاجة بسيطة كده، وهحطها على الاسفنجة اللي بتلمع الشوز بالشكل ده اهو. يفضل ان انا اجيب طبعا فرشة زي دي اكون انا ما بستخدمهاش، او تكون خلصت، تكون قديمة عندي، الطبقة اللي بتبقى على الوش دي تكون راحت منها وببدأ استخدمها تاني. لو ما عندناش الفرشة اللي هي زي دي، ممكن عادي باي اسفنجة عندنا، او بقماشة، او حتى بقطنة. المهم نحط عليها فازلين كده بالشكل ده، نغطي المساحة كلها اهو بالشكل ده، وبعدين هجيب الفرشة الشعر بتاعت الاحذية اهو، وهبدأ اشيل اي تراب موجود على الشوز اللي معايا، انضفه كويس جدا جدا من اي تراب موجود عليه. وبعدين اجيب السفنجة او الفرشة اللي احنا حاطين عليها الفازلين، وهبدأ المع الشوز اللي معايا كله، هغطيه بطبقة الفازلين اللي موجودة على السفنجة. الفازلين حلو جدا جدا، بيدي لمعة للشوز وبيطري الجلد، واستحالة ان الجلد يشقق لما تعيني الشوز وترجعي بعد كده تستخدميه، هيبقى جديد كأنك لسه شارياه زي ما احنا شايفين اللمعة. وهكرر نفس اللي انا عملته تاني اهو، هجيب فازلين واحط على الاسفنجة اللي معايا، وهلمع الفردة التانية. ممكن على فكرة تستخدمي الفازلين على طول في تلميع الشوز بدل الدهانات، يعني انا شخصيا بحب الفازلين جدا، لكن لو انا هخرج حالا وبلمع الشوز بالفازلين، بجيب فوطة بعد ما اخلص تلميعه واقوم جاية مسحاه كده علشان الفازلين ما يلمش تراب في الشارع، بيبقى حلو جدا اهو. شايفين الشوز شكله حلو جدا وبيلمع. وبعد ما عملت كده هجيب بقى الكرتونة اللي انا بكلمكم عنها اول الفيديو، بجد يعني لازم الكرتونة دي مهمة جدا يا جماعة، محدش يرميها. اول ما الشوز بيجي طبعا لما تشتري جديد بيكون فيه قطعة زي اللي احنا شايفينها دي، بتكون محطوطة في الشوز من قدام زي ما هحطها دلوقتي كده اهو. القطعة دي بتخلي بوز الشوز من قدام كده مفرود وما يتطبقش اهو بالشكل ده، هزقها جامد جدا لقدام اهو، ونقفل السوستة تاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. اتأكد ان الجزء اللي انا حطيته ده وصل لقدام بالشكل ده، وهعمل كده في الفردة التانية كمان اهو. بجيب القطعة دي اهو، لو ما عندناش القطعة دي وخلاص واشترينا الشوز ورميناها، ممكن نحط ورق، اي ورق كده
في بوز الشوز من قدام علشان يخليه دايما مفرود اهو بالشكل ده اهو. وبكده نكون خلصنا الشوز ده اهو. ونبقي بقى ان احنا ايه نحطه في العلبة بتاعته. العلبة بيكون جاي معاها شنطة زي دي كده اهو، بنحطها كأننا شارينه جديد. الحاجات دي ياريت يعني يفضل ان احنا نفضل محتفظين بيها لما نشتري اي شوز جديد، ما نرميش خالص الحاجات اللي جاية معاها دي اهو. عايزة اقول لكم ان الشوز ده عندي بقالي يعني 3 سنين، دي تالت سنة الشوز ده يكون فيها موجود معايا، ولسه زي ما احنا شايفين شكله ما شاء الله جديد اهو. حطيته في الشنطة بتاعته وهحطه بقى في العلبة دلوقتي. هحطه في العلبة كده ايه بشكل كده مفرود زي ما كان جاي بالظبط، بحيث ان هو ما يتناش ولا يحصل له اي حاجة، بحيث ان انا لما اجي اعوز استخدمه الشتاء الجاي يكون بنفس حالته اهو. احطه بالشكل ده اهو كأني شاريه. انا لما اشتريته كان موجود كده بالظبط زي ما احنا شايفينه مع بعض اهو، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الهاف بوت اللي معايا ده ليه شعر كده او فروة فوق، بنضفها كويس بالفرشة، بتأكد ان اهو يعني مفيش فيها اي تراب، بنضفها كويس اهو. وبعمل زي ما عملت في البوت الاولاني، بحط برضو طبقة فازلين اهو لحد ما اغطي السفنجة كلها، وببدأ ألمع اغطي الهاف بوت كله بطبقة الفازلين زي ما احنا شايفين مع بعض اهو بالشكل ده. ما احطش على الفرو اللي فوق طبعا. وهبدأ ألمع الفردة التانية زي ما عملت الأولانية بالظبط اهو، بالفرشة الشعر كده الأول أشيل التراب، وبعدين بالفرشة اللي فيها فازلين أبدأ ألمع اهو، أغطي الهاف بوت كله بطبقة الفازلين ما عدا الفروة اللي فوق وطبعا الرباط. الحاجات دي اللي ما هياش جلد طبعا مش هينفع ان انا احط عليها فازلين اهو، زي ما احنا شايفين طبعا بقى بيلمع اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. وطبعا القطعة السحرية اللي بتيجي مع الشوز اهو احطها قدام في البوز اهو، اتأكد ان انا حطيتها لحد قدام. والقطعة التانية برضو نفس الشكل اهو، احطها في الفردة التانية اهو. اجيب الشنطة بقى بتاعت الهاف بوت اللي معايا اهي، الفردة الاولانية هحطها في الشنطة بتاعتها، والفردة التانية كمان معايا الشنطة بتاعتها اهي، عشان تحافظ عليه طبعا وتفضل موجودة ما فيش ما يجيش عليها تراب تاني ولا اي حاجة. وطبعا العلبة او الكرتونة بتاعت الهاف بوت معايا انا ما رميتهاش لما اشتريته، موجودة معايا اهي اهو، هحط فيها الهاف بوت اهو، افضل كده محافظة عليه ولا يجي عليه تراب ولا احطه واحط عليه كمان شوزيهات تانية واحطه كله فوق بعضه، فاجي ابص عشان البسه في الشتاء الاقيه طبعا بقى شكله متبهدل جدا ووحش والاقيه اتطبق. فلا اهو في الكرتونة بتاعته، واعينه بقى في الدولاب عندي، اعينه في اي مكان اهو بالشكل ده، اجي افتحه تاني الاقيه كأنه جديد اهو، زي ما احنا شايفين بالشكل ده في الكرتونة بتاعته اهو بالشكل ده. الشوز ده كمان اهو هاف بوت لونه اسود، هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها مع الشوزيهات التانية. الطريقة دي بجد يا جماعة جربوها، سواء الشوزيهات الحريمي او الرجالي، على طول اعملوها بالطريقة دي، حلوة جدا جدا هتعجبكم. انا عن نفسي يعني ابصوا انا جايبة لكم الشوزيهات اللي كانت عندي يعني بقالها سنتين واللي بقالها 3 سنين، انا ما صورتش يعني انا متعمدة ان انا الفيديو ده ما اجيبش الشوزيهات بتاعت السنة دي اللي انا شاريها جديدة، وجبت الشوزيهات الاقدم شوية علشان اوريكم شكلها.
هي ما كانتش طبعا هيبقى شكلها كده لولا ان انا كل سنة بعمل نفس الطريقة دي، محتفظة بالعلبة، بلمع كل شوز بالفازلين مش بأي حاجة تانية، بحطه في علبته، لما اجي استخدمه السنة اللي بعدها بيبقى كأني لسه شارياه. ما كنتش برمي حاجة بقى، اتعلمت خلاص. قبل كده كنت برمي العلبة وبرمي اي حاجة، بقول دي زيادات ملهاش لازمة، وكان كل ده بيترمي، كنت برميه عادي زي اي حد، برميه علشان ما يكركبش ولا ياخد مكان عندي وخلاص. لكن بعد كده بقى لما فعلا لقيتها مهمة جدا وجربت الطريقة دي، خلاص استحالة، بقيت بسأل بعد كده يعني. بصوا العلبة بالنسبة لي بقت في أهمية الشوز نفسه بنفس الأهمية. ما كنتش برميها. دي نفس علبة البوت الأولاني اللي أنا لمعته وعينته علشان خاطر ما ياخدش عندي مكان وأقعد أحط كذا علبة. ممكن عادي أحط بوتين اتنين عادي في نفس العلبة، ما فيش فيها مشكلة خالص. لكن أهم حاجة أحافظ على الشوز، إن أنا أحطه في الشنطة بتاعته بالشكل ده وأطبقه كده. طالما إن أنا حط عليه فازلين مش هيتشقق ولا أي حاجة، هيبقى البوت طري معايا، عادي جدا إن أنا أتنيه بالشكل ده وأعينه عادي في نفس العلبة، مفيش فيها أي مشكلة خالص. كل بوت في الشنطة بتاعته زي ما شفنا كده، يفضل الشوز محافظ على شكله ويفضل كأنه جديد. دي طريقتي يا جماعة، ياريت يعني إن شاء الله الطريقة دي تعجبكم وجربوها، أكيد هتبقى حلوة جدا معاكم وهتعجبكم. وياريت لو عجبك الفيديو تعمل شير ولايك وسبسكرايب، لو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت حالا تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.